مرحبا واهلا وسهلا فيكم. راح نجهز مع بعض اليوم بيكات الدجاج. عندي هون صدور دجاج انا كنت قطعتها شرائح رفيعة بهالشكل، اضفت عليها برش ليمونة وملح وفلفل احمر مبروش ورشة من الفلفل الاسود ورشة بابريكا مدخنة او بابريكا عادية. بس بنات راح نجهز معكم هلا دجاج البيكاتا. اول شي راح نضيف زبدة ونضيف معاها شوي من زيت الذرة لحتى ما تنحرق معنا، تمام؟ نبدأ نضيف قطع الدجاج. لا طبعا هو انا حميت المقلة عشان هو يفور. كمية تاخد لون طبعا على العالية لحتى ما تزلمت، نقلبها. بس نقلبها نقدر نوطي عليها الغالي عشان بس نضمن انه ما تزلمها. ما بتاخد شي دقيقتين ثلاث بس على النار، ما تنشفوها بتصير مو طيبة ابدا. دقيقتين وبنشيلهم شيلهم خلص نجي معنا. نفس المقلة رح ننزل البصل الشرائح اللي احنا قطعناه، بصل شرائح، وبنقليه يا دوب 5 دقائق، يعني ما بدنا البصل والفلفلة. بنضيف هون البصل وبنضيف هون على جنب الثاني الفلفلة. بنقلي البصل على جهة او الفلفل على جهة، بامكانكم تخلطوهم بس انا بحب اولها اقلي بهالطريقة. بنضيف نفس البهارات اللي احنا اضفناها اللي هي فلفل احمر مبروش، تمام؟ وبنضيف بابريكا مدخنة أو بابريكا عادية وبنقلبهم. شوية من المشروم المثلج اللي أنا مثلجته عندي، ان كانكم تضيفوا الفريش او المعلب بس طبعا الفريش اطيب. مكعب من مرق الدجاج اختياري، او ان كانكم تضيفوا اللي هو ماجي بودرة طبعا صحي اكثر. المتوفر عندكم ضيفوه. هلا بنزل شرائح الدجاج مع العصارة تبعتها طبعا، ورح نجيب الكريمة. بتقدم جنب الرز الاصفر كثير طيبه هاي الاكله. كريمه الطبخ طبعا ممكن كمان طيب تقدموها مع المعكرونه، تمام؟ ممكن تخلطوا مع الكريمه حليب اللي بحبها اقل دسم، رح اضيف انا شوي من الحليب كمان. اجيب الحليب وارجع لكم. شوي من الحليب مقدار تقريبا كوب واحرركم عشان تقدم، انا بديها جنب الرز عشان هيك بديها مرقة شوي. بس بنحركها وهيك خلصت طبختنا معنا. بتدوقوا ملحها، بدها ملح، بتدوقوا فلفلها، اي شيء. هلا بضل عنا بس الرز، طبعا بنحركها منيح لحتى تكاثف.